قال السيد كاف مرة: الإنسان المفكر لا يستعمل ضوءاً أكثر من اللازم، ولا قطعة خبز أكثر من اللازم، ولا فكرة أكثر من اللازم. الشكل والمادة. تأمل السيد كاف لوحة أعطت لما فيها من أشياء شكلاً مقصوداً لذاته، فقال: يحدث لبعض الفنانين وهم يتأملون العالم كما يحدث لكثير من الفلاسفة، فلدى اهتمامهم بالشكل تضيع المادة. لقد عملت مرة عند بستاني، ناولني مقص حدائق وطلب مني أن أقصقص شجرة غار. كانت الشجرة مزروعة في أصيص ومعارة من أجل احتفالات معينة، وكان المطلوب أن تأخذ الشجرة شكل كرة، فبدأت مباشرة بقص الأغصان الناشزة، وكم بذلت من جهد كي أصل إلى شكل الكرة، لكن ذلك بقي طويلا مستعصيا علي. مرة أجد نفسي قد أكثرت من القصقصة في هذا الجانب، ومرة في ذاك الجانب، وعندما حصلت أخيرا على شكل كرة كانت الكرة صغيرة جدا، فقال لي البستاني خائبا: طيب، هذه هي الكرة، فأين شجرة الغار؟ الغلام العاجز. تحدث السيد كاف عن سوء السلوك في أن يبلع المرء بصمت ظلما وقع عليه، وروى القصة التالية: أحد المارين سأل صبيا يبكي عن سبب بكائه، فقال الصبي: كان لدي قرشان من أجل السينما، فجاء صبي وخطف واحدا من يدي، وأشار إلى صبي يظهر للعيان من بعيد، فسأله الرجل: ألم تصرخ طالبا النجدة؟ قال الصبي وقد ارتفعت حدة بكائه: بلى. تابع الرجل سؤاله وهو يلمس على شعره متوددا: ألم يسمعك أحد؟ قال الصبي وهو يشهق بالبكاء: لا. فسأله الرجل: أفلا تستطيع أن تصرخ أعلى؟ إذن هات هذا القرش، وأخذ من يده القرش الأخير وتابع سيره غير مبال. أحاديث. قال السيد كاف لأحدهم: نحن لم نعد نستطيع التحدث إلى بعضنا. قال الرجل مرعوبا: لماذا؟ فرد السيد كاف متذمرا: بحضورك لا أستطيع التحدث بشيء معقول. فقال له الرجل مواسيا: ولكن هذا لا يهمني. رد السيد كاف بمرارة: أعتقد ذلك، لكنه يهمني أنا. السيد كاف في مسكن غريب. عندما كان السيد كاف يدخل مسكنا غريبا وقبل أن يستسلم للراحة، نظر إلى مخارج البيت ولا شيء آخر، ولدى سؤاله أجاب محرجا: هذه عادة غليظة قديمة، فأنا مع العدالة، لذا من الجيد أن يكون لمنزلي أكثر من مخرج واحد. جواب وجيه. سئل رجل أمام المحكمة: ما إذا كان يريد أن يقسم اليمين العلماني أم الكنسي؟ فأجاب الرجل: أنا عاطل عن العمل. قال السيد كاف: إن هذا لم يكن مجرد شرود في الذهن. فبهذا الجواب عبر الرجل عن أنه في وضع لم يعد فيه لمثل هذه الأسئلة، بل ربما لإجراءات المحكمة برمتها أي معنى. مدينتان. فضل السيد كاف المدينة باء على المدينة ألف، فقال: في المدينة ألف أحبني الناس، لكن في المدينة باء عاملوني بلطف. في المدينة ألف كانوا مفيدين لي، لكن في المدينة باء احتاجوا إلي. في المدينة ألف دعوني إلى المائدة، في المدينة باء دعوني إلى المطبخ. حيوان السيد كاف المفضل. عندما سئل السيد كاف أي حيوان يفضل، ذكر الفيل، وعلل ذلك هكذا: الفيل يجمع المكر مع القوة، وهو ليس المكر الذي يكفي لأن يتخلص من مطاردة أو أن يحظى المرء بطعام بحيث لا يلفت النظر، بل هو المكر الذي يوجه القوة للقيام بالمهام الكبيرة، حيث يكون هذا الحيوان يترك أثرا كبيرا.
ومع ذلك فهو طيب القلب، يفهم الدعابة، وهو صديق طيب كما أنه عدو طيب. ضخم جدا وثقيل، ولكنه أيضا سريع جدا، وأذناه قابلتان للتوجيه، لا يسمع إلا ما يروق له، كما أنه يعمر كثيرا، وهو أيضا اجتماعي، وهذا ليس فقط تجاه الفيلة، ففي كل مكان يحبه الناس مثل ما يخشونه. لديه جلد سميك تتكسر عليه السكاكين، لكنه رقيق العاطفة، يمكن أن يحزن، يمكن أن يغضب، وهو يرقص برغبة، يموت في الأدغال، يحب الأطفال والحيوانات الأخرى الصغيرة، هو رمادي ولا يثير الانتباه إلا بضخامته، لا يؤكل، يستطيع العمل جيدا، يشرب برغبة ويصبح مرحا، كما أنه يفعل شيئا للفن، فهو يقدم العاج.